مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى عدد جديد من برنامجكم اليومي صدى الاقلام، ونرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في عربي 21، تحالف العامري يضغط لاخراج العراق من اوبك ويهاجم الرياض. اما في المدى فنقرا عن الازمه الصحيه الى الاقتصاديه، كورونا يقلب الاقتصاد راسا على عقب. القدس العربي نقرأ عن مواجهات فلسطينية مع الاحتلال خلال مسيرات مناهضة للضم. في العربي الجديد، فشل جديد لترامب، إسقاط خيار عسكرة الرد على الاحتجاجات. في الجزيرة نت، الجيش ينسحب من واشنطن وتوقعات بمظاهرات حاشدة اليوم. في العرب اللندنية، إسرائيل تصعد غاراتها في سوريا بقصف مصنع للصواريخ. والعنوان الأخير من التلغراف، ولا فائز مطلقا في التنافس الأمريكي الإيراني داخل العراق. أهلا بكم. أبناء الثورة اليوم أصبحوا على استعداد لدخول معركتهم الفاصلة التي لا يقبلون فيها بغير الانتصار، فهؤلاء الأشرار ما زالوا في غيهم يعمهون بدل النجاة بجلودهم، ظنا منهم أن الثورة غير قادرة على مواجهة قوتهم العسكرية وميليشياتهم المسلحة. وقد شطب الثوار من ذاكرتهم التفكير بالاستسلام أو التنازل أو انتهاج سياسة فن الممكن أو مقولات التصرف بالعقل وليس العواطف، أو الخضوع للابتزاز لعدم تجاهل القوة الضاربة للمحتل وللحكومة العميلة، حيث أصبحت كل هذه المفاهيم والمقولات في خبر كان، لأنها تتعاكس مع ثوابت الثورة الوطنية من جهة وقدرة الشعوب على انتزاع حقوقها مهما بلغ أعداؤها من قوة وبأس من جهة أخرى. مقال للكاتب عون القلمجي في صحيفة العربي الجديد، نتابع جزءا منه. يقال باللهجة العراقية: التاجر من يفلس يرجع لدفاتر القديمة، أي أن التاجر حين يخسر ماله يعود إلى سجلاته القديمة بحثا عن المدينين له، عساه يستعيد ما يعينه على الدنيا. ويبدو أن عملاء الاحتلال في المنطقة الغبراء في بغداد قد خسروا كل ما لديهم من أدوات وطرق وأساليب لإنهاء الثورة العراقية أو للالتفاف عليها أو إقناعها بحلول ترقيعية، الأمر الذي دعاهم إلى العودة إلى الدفاتر القديمة والبحث عن طرق وأساليب بعيدة عن الاتهامات الباطلة وتشويه سمعة الثورة والتشكيك بأهدافها، كونها فشلت فشلا ذريعا. عسى أن يجدوا في هذه الدفاتر ما يعينهم على الخلاص من نار الثورة والإفلات من قبضة أبنائها. وقد تمثل ذلك في نشر دعايات كاذبة ونسج أحداث وهمية وطمس حقائق وفبركة وقائعة وافتعال خلافات وصراعات لا وجود لها، وصولا إلى رسم صورة تبشر بتراجع الثورة وانكفائها وانفضاض الأقربين من حولها، ثم استسلامها للأمر الواقع وقبولها بمصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة الجديدة ومبايعته بالانتظار ما يجود على أبنائها الثوار من مكارم، مثل إطلاق سراح بعض المعتقلين أو تحسين ظروفهم الحياتية وأوضاعهم المعيشية. ليس سرا أن الثورة لم توظف بعد كل ما لديها من مواطن القوة ومن رباط خيلها، وإذا حدث وجاء اليوم الموعود فستضيق بهؤلاء الأشرار أرض العراق وسيولون الأدبار هاربين طلبا للنجاة بجلودهم، وإن غدا لناظره قريب. من الأزمة الصحية إلى الاقتصادية، كورونا يقلب الاقتصاد رأسا على عقب. تقرير للكاتبة عديلة شاهين في صحيفة المدى، وجاء فيه: أصبح الاقتصاد العراقي هشا مرهقا لغياب القطاع الخاص وزيادة الروتين واتباع نظام ضريبي فاشل، مما جعل أغلب المستثمرين يفقدون الثقة في الاستثمار داخل العراق مع تهريب الأموال
لتستقر إما في البنوك الدولية أو كاستثمارات لدول أخرى. المزيد في هذه المادة. تغير مستوى المعيشة لدى العالم بصورة عامة والعراقي بصورة خاصة بعد تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 الذي نشر رائحة الموت في كل مكان وأثر على الاقتصاد العراقي، فتضررت جميع القطاعات كالطيران والسياحة والمصانع ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم وسيارات الأجرة وغيرها. أجرت المدى مقابلة مع الدكتورة إكرام عبد العزيز، خبيرة اقتصادية وعضوة الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين، وتحدثت قائلة: تتمثل مشكلة الاقتصاد العراقي قبل وباء كورونا في عدم مرونة الجهاز الانتاجي، أما الآن كيف من الممكن أن نتصور المشهد الاقتصادي في ظل الركود والكساد وسوء الوضع الصحي؟ وأشارت الدكتورة إكرام إلى أن الاقتصاد العراقي مرتهن بقطاع النفط الخام التصديري، وهو شريان التمويل الرئيسي للاقتصاد العراقي. من الواجب الحفاظ على الصحة وحياة المواطن، ولكن مستقبل العراق واقتصاده الجيل القادم مهم أيضا، لذا علينا السير بخطين متوازيين لتجاوز الأزمة الاقتصادية في ظل فيروس كورونا. الأول مكافحة الفيروس مع تكثيف البرامج التوعوية، والثاني الأخذ في نظر الاعتبار متطلبات المواطن المعيشية وكسب قوته اليومي، وكذلك حديث ساعات العمل الذي يضر بالطبقة المتوسطة والبسيطة ويدمر الاقتصاد الداخلي، وأيضا يساعد في انتشار الفيروس عن طريق زيادة ساعات العمل. في كتابات مقال جاء فيه: المؤسسة الصحية تعاني من خراب واسع وفساد طاغ يهيمن على جميع مفاصلها، لأنها لا زالت تخضع لهيمنة عصابات الكتل السياسية التي تنصب من تشاء من الخردوات مديرا عاما للصحة في المحافظات، وتوزع المستشفيات والمراكز الصحية بين أتباعها ومواليها من المنتسبين بدون أي مراعاة للاستحقاق أو التخصص. مقال للكاتب أحمد البديري في موقع كتابات نتابع. كشفت أزمة كورونا خلال الأشهر الماضية حجم الخراب والفساد الذي ينخر في جسم مؤسساتنا الصحية، إلى الحد الذي أظهرت عجزها أمام رياح الفيروس العاتية. ومع جل تقديرنا لأبطال خط الصد الأول من منتسبي الصحة المجاهدين في مواجهة كورونا، والذين يستحقون كل احترام وتقدير وأفضل جزاء على تفانيهم وإخلاصهم الكبير في العمل، إلا أننا في الحقيقة طوال السنين الماضية ندرك ونؤمن أن منظومتنا الصحية هواء في شبك، وأنها مجرد فقاعة كبيرة خاوية بسبب الفساد الذي ضرب هذه المؤسسة من الذيل إلى الرأس، بعد أن شملها خراب المحاصصة الحزبية وشملت بتقسيم الكعكة، مع ما لها من أهمية قصوى في حياة الفرد والمجتمع، والشواهد كثيرة على مظاهر تلك الفوضى والفساد العارم الذي أصاب القطاع الصحي، ومنها على سبيل المثال هو ما كشفته أزمة كورونا من عدم جاهزية مستشفياتنا رغم كثرتها ووفرتها على صعيد البنى التحتية على احتواء أعداد المصابين بكورونا، عندما كانت أعدادهم بالعشرات في بداية انتشار الوباء، كما أن أغلب مستشفياتنا لا يتوفر فيها طبيب الاختصاصي إلا نادرا. لقد كشفت أزمة كورونا تهالك القطاع الصحي الحكومي وهشاشة بنيته وبناها، وهذا يدل على أن الحكومة والبرلمان لا يعملان على تنفيذ خطط عاجلة لإنقاذ هذا المفصل الحيوي المهم. تكون أول خطواته أبعاد المؤسسة الصحية عن عبث الكتل، إبعادها عن عبث الكتل السياسية الفاسدة وعصاباتها النافذة، وتسليم إدارة مؤسسات القطاع إلى كوادر كفوءة، والاهتمام بتوفير مستلزمات الرعاية الصحية الأولية. خصصت صحيفة الغارديان افتتاحيتها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستعانة بالقوات العسكرية لقمع تظاهرات اندلعت بسبب مقتل الرجل من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد قوات الشرطة. وقالت إن لجوء ترامب للقوة يطرح أسئلة أمام الجنرالات والناخبين وحلفاء أمريكا عليهم الإجابة عليها. وقالت إن القوة الأمريكية شكلت العالم المعاصر،
في بعض الأحيان طاحت بطغاء وجعلت العالم مكانا آمنا كما في أوروبا بأربعينيات القرن العشرين. ومنذ ذلك الوقت وباستثناءات قليلة وبناء على طلب من حكام ولايات، ظل الجيش الأمريكي بعيدا عن السياسة المحلية. اليوم يتحدث ترامب وبشكل متكرر عن إرسال القوات الأمريكية من أجل قمع المحتجين على التراب الأمريكي، وفعل ذلك أو عدمه يعتمد على مستوى الاحتجاجات التي اشتعلت بسبب مقتل فلويد. ويعتقد ترامب أن الانقسام العرقي الأمريكي قد يساعده على الفوز مرة ثانية بالانتخابات، خاصة بعد فشله في التعامل مع كارثة كوفيد-19. ولا يمكن استبعاد أي شيء من هذا الرئيس، ففي واشنطن أعطى ترامب لمحة عما يمكن أن يفعله، ولأن لديه صلاحيات في منطقة كولومبيا أكثر من الولايات، فقد أمر ترامب بتعبئة الشرطة العسكرية والفرقة 82 ومروحيات بلاك هوك العسكرية وربما جماعات ظل سرية أخرى في محاولة لإظهار القوة في العاصمة. فبعدما وصف تظاهرات معظمها سلمية بالإرهاب المحلي، وعد بإرسال آلاف من الجنود المدججين بالسلاح، وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، ثم مشى مع وزير الدفاع مارك أسبر وقائد هيئة الأركان مارك ميلي الذي كان في زيه العسكري نحو كنيسة سان جونز، والتقط ترامب صورة وهو يحمل الإنجيل. تعلق الصحيفة أن التظاهر كان صادما وأثار تداعيات سياسية سلبية نادرة داخل الجيش وخارجه. فوزير الدفاع الذي وصف قبل الصورة المدن الأمريكية بساحات المعركة تراجع عن دعم استخدام القوة. ويبدو ترامب مغرما بالرجال الأقوياء، وفي بداية الوباء شجع حركة مسلحة احتجت على الإغلاقات. قد يكون أمرا لا يصدق قيام الرئيس بتشجيع قتل أبناء شعبه لأهداف سياسية، وفي الوقت الذي يخوض فيه معركة للحفاظ على منصبه في البيت الأبيض، فيجب على القادة العسكريين والمرشحين الجمهوريين وكذلك على الناخبين والقادة الأجانب، يجب عليهم التأكيد على أي جانب يقفون في هذه المعركة. نشرت مجلة بوليتيكو تقريرا لمراسلها في واشنطن، قال فيه إن هذا الأسبوع يصادف الذكرى 31 لمذبحة ساحة تيانامن، حيث قامت الشرطة الصينية بسحق المتظاهرين المنادين بالديمقراطية، ثم قضت عقودا تكذب حقيقة ما حصل. وكانت تلك الحادثة قد تحولت قضية سياسية في أمريكا مباشرة، فخلال أول انتخابات رئاسية بعد فض ميدان تيانامن، اتهم بيل كلينتون جورج بوش الأب بتدليل المستبدين لضعف رد فعله على عملية القمع. ومن وقتها وفرت تلك الحادثة الفرصة للمسؤولين الأمريكيين للتلويح عندما يناسبهم الأمر بشيء من الاستعلاء الأخلاقي حول مخاطر استبداد الحزب الواحد. ولم يكن هناك موقف موحد متفق عليه بين المتظاهرين في ميدان لافايتي، ويبدو أن الخلاف الوحيد الذي كان بينهم حول استخدام أو عدم استخدام العنف ضد الشرطة أو الإضرار بالممتلكات، لكن عددا لا بأس به قام بإلقاء عبوات المياه على الشرطة وأحجار كانت مكومة، لكن عبوات الماء هي أكثر ما كان يرمى به على الشرطة فتصيب الدروع البلاستيكية التي يحتمون خلفها. وكان يوم الاثنين مختلفة، قليل من المتظاهرين والكثير من الشرطة، وتدفق الحرس الوطني إلى شوارع المدينة، وقامت العديد من السيارات المصفحة بالانتشار وإغلاق الشوارع المؤدية إلى البيت الأبيض. وفي ميدان لافايتي كان المسيطرون هم المتظاهرون السلميون. وللتاريخ يستحق الأمر أن نذكر حقيقة أن ما حصل بعد الساعة 6 مساء يوم الاثنين الماضي في ميدان لافايتي، وهو أن الشرطة هاجمت متظاهرين غير مسلحين وسلميين بالغاز المسيل للدموع كي يستطيع دونالد ترامب أن يمشي إلى كنيسة سان جورج ويلتقط صورة وهو يحمل إنجيلا كبيرا أمام الكاميرات. تقول الصحيفة إن محاولة نشر دفاع كاذب حول أفعال الشرطة صدم حتى أقرب حلفاء أمريكا، وهو مثل محاولة لمسح الذاكرة على مستوى ميدان تيانامن، بالرغم من أنه لا يمكن المقارنة بين المذبحة التي حصلت هناك وما حصل في واشنطن.
وصلنا الآن إلى المقال الأخير، وهو من صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت تقريراً لمراسلها ديفيد كيركباتريك. قال فيه إن قوات القائد العسكري خليفة حفتر تراجعت يوم الخميس من آخر معقل لها في ضواحي طرابلس العاصمة الليبية بعد محاولة للاستيلاء على العاصمة استمرت 15 شهراً. تحدثت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تداعيات الخسائر التي لحقت اللواء المتقاعد خليفة حفتر بعد هزيمته في ترهونة وخروج قواته منها بعد محاولات استمرت 15 شهراً من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس. المزيد من المعلومات في سياق المادة الصوتية الآتية. إن حفتر البالغ من العمر 76 عاما قائد سابق في الجيش الليبي وعميل سابق لوكالة الاستخبارات المركزية، حارب لسنوات ليصبح رجل ليبيا القوي الجديد، وشن هجومه على طرابلس الربيع الماضي في محاولة أخيرة لتحقيق هدفه. وبدلا من ذلك حول هجومه الصراع من حرب أهلية بين الفرقاء الليبيين بشكل متزايد إلى حرب بالوكالة بين قوى دولية متنافسة. إن دعم المرتزقة الروس وسلاح الجو الإماراتي لحفتر في بداية العام يبدو وكأنه لا يمكن إيقافه، وجاء بعد التدخل العسكري التركي، وهو ما ساعد على عكس مسار المعركة وتسبب بهزيمة لاذعة لحفتر. ولكن مع وجود الكثير من القوى الأجنبية الآن تتنافس على مد نفوذها إلى ليبيا، يرى المحللون أن انهيار هجوم حفتر على طرابلس في الغالب سيشكل منعطفا في الصراع بدلا من تخفيف التصعيد. وقالت الصحيفة كانت ليبيا في حالة فوضى دائمة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي خلال ثورات الربيع العربي عام 2011، وكان حفتر قد تعهد عام 2014 بأنه سيسيطر على السلطة كحاكم عسكري جديد. ومع بداية هجومه على طرابلس في الربيع الماضي كان قد حقق سيطرة نسمية على المنطقة الشرقية الأقل سكاناً والغنية بالنفط وعلى جزء كبير من الصحراء الجنوبية. في دراسة حديثة نشرت بدورية ساينتفيك ريبورتس العلمية تحديداً يوم 29 من أبريل نيسان الماضي، توصل الباحثون إلى معرفة السبب الذي يجعل الخفافيش حاملة لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية دون أن تصاب بالمرض، مما قد يساهم بشكل كبير في معرفة الكيفية التي انتقلت بها هذه الفيروسات إلى البشر والحيوانات الأخرى. يعتقد أن الخفافيش منشأ العديد من الفيروسات التاجية المسببة للمتلازمة التنفسية الحادة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وآخرها فيروس سارس كوف 2 المسبب لمرض كوفيد 19. وعلى الرغم من أن هذه الفيروسات تسبب أمراضا خطيرة وأحيانا مميتة للإنسان، فإنها لسبب ما لم يكن معروفا ليست بذات الضرر على الخفافيش. اكتشف الفريق لأول مرة وجود تكيف بين الفيروس والخفاش والذي يبقيهما معا جنبا إلى جنب، لذلك استطاعت خلايا الخفاش البني آكل الحشرات استطاعت أن تبقى مصابة بفيروس كورونا عدة أشهر. يضيف الباحث الرئيس، بدلا من أن يميت الفيروس خلايا الخفاش كما يفعل في الخلايا البشرية، فأنه يحافظ على علاقة طويلة الأمد معه، وذلك بالتعاون مع الجهاز المناعي الفائق لمضيفه. الآن إلى الكاريكاتير.
ختام صدى الأقلام، دمتم بخير وإلى اللقاء.